زي ما احنا متعودين دايما في البطولات والمباريات الكبرى بنتابع مع بعض احوال الجماهير ومتابعتهم في جميع فروع النادي الاهلي المختلفه. هنبدا النهارده بنادي اهلي الجزيره ونروح لزميلتنا مريم سميح ونشوف ايه اخبار الاعضاء هناك. اتفضلي يا مريم. برحب بيك يا كابتن ايمن، برحب طبعا بنجوم الاستوديو التحليلي، النجوم الكبار كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه حسني، وكابتن احمد بلال. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه مقر النادي الاهلي بالجزيره يمكن هاخد من كلام كابتن اسامه حسني، يمكن في الاستاد الناس راحت فتره هناك، هنا كمان الناس مستنيه او اعضاء النادي الاهلي الحقيقه ان هم جم يفطروا هنا علشان يتابعوا نهائي كاس مصر طبعا ما بين النادي الاهلي وبيراميدز في نسخته 2021-2022. الحقيقه ان كل الناس متحمسه جدا، كافه الاعمار السنيه الحقيقه متواجده داخل المقر. الحقيقه ان كل الناس موجوده هنا بيقولوا يا رب. الحقيقه عندهم امل كبير جدا، خاصه ان فرق كبير جدا بيننا وبين بيراميدز الحقيقه انه اكيد خصم قوي وبنعمل له حساب، وبدليل ان هو وصل النهائي، ولكن الحقيقه ان فرق البحث عن الالقاب الحقيقه هو ده اللي مريح يعني جماهير النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي هنا بالمقر. طبعا احنا بنبحث عن اللقب ال 38، هم بيبحثوا عن لقبهم الاول، وهو ده الفارق اللي مطمن جميع اعضاء النادي الاهلي. الحقيقه كمان ان هم عايزين يعني المباراه تنتهي او تتقتل في يعني الوقت الاول، يمكن عايزين يجيبوا جول في الوقت الاول او في الشوط الاول من المباراه، مش عايزين ان احنا نروح سواء الاكسترا تايم او ضربات الجزاء. الحقيقه ان كل الناس هنا يعني متحمسه جدا لهذا النهائي. كمان عايزه اقول يعني كل الناس موجوده هنا، كل الناس مرتديه التيشيرت سواء نساء او رجال أو كمان أطفال، كلهم موجودين، وفي تزايد كمان الأعداء ساعة بعد ساعة أمام. كان منذ الفطار هم جم وكانوا حريصين ان هم يتواجدوا هنا ويتناولوا الافطار هنا، والحقيقه انه كمان يعني مع اقتراب الساعه 9:15 الحقيقه ان في تزايد الاعداد كبير جدا، وعشان كده بقى هنتقل معاك يا كابتن ايمن لاستعدادات مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. الحقيقه ان كل القائمين على المقر سواء طبعا اداره الخدمات واداره المنافذ كمان الحقيقه ان هم مستعدين بشكل قوي جدا، موفرين اكثر من 1000 مقعد علشان يستوعب كل الاعداد اللي موجوده هنا على عشان تيجي تتفرج على المباراة. كمان يمكن بالنسبة للشاشة الرئيسية موجودة طبعا الشاشة الرئيسية في حوالي ما يقرب من 12 شاشة مختلفة طبعا في مختلف المنافذ وكمان في المرسى، علشان يكون في أريحية لكل الأعضاء علشان يتفرجوا على الماتش بشكل يعني مريح جدا، وكمان يستمتعوا بهذه المباراة. يمكن دي كانت كل الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. إن شاء الله نكون موجودين معاك يا كابتن أيمن وطبعا مع ضيوفك الكرام ومع كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان عشان نحتفل إن شاء الله عقب المباراة بنهائي كأس مصر، وكمان يعني نحتفل بحمل كأس مصر زي ما النادي الأهلي دايما معودنا، ويكون كأس جديد بيضاف لدولاب طبعا بطولات النادي الأهلي إن شاء الله. مريم شكرا جزيلا للزميلة العزيزة مريم سميح، ومن أهل الجزيرة نروح بسرعة لأهل مدينة نصر والزميلة العزيزة روزان نصر. اتفضلي يا روزان. برحب بيك كابتن ايمن، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وتغطيه جديده من مقر النادي الاهلي فرع مدينه نصر، طبعا هكون متواجده معاكم لنقل اكيد اجواء ما قبل مباراه الاهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر. يعني خليني أقول مباراة مهمة جدا وقوية جدا، الكل الحقيقة منتظرها. خليني كمان أقول إنه الأعضاء هنا متواجدين طبعا من بدري جدا وفي تزايد كبير، يمكن متواجدين كمان من قبل أذان المغرب، وقاموا طبعا بتناول وجبة الإفطار هنا في النادي أكيد لحجز مقاعدهم من أمام شاشات العرض الرئيسية المتواجدة طبعا هنا بالنادي لمتابعة أكيد مباراة النهاردة. خليني كمان أذكر وأشكر طبعا يعني مجهودات رجال الأمن للحقيقة طبعا يعني موفرين كل سبل الراحة لجميع الأعضاء هنا بالفرع، وكمان يعني لتنظيم التزاحم الموجود هنا وخاصة لكبار السن وللأطفال. خليني كمان أقول إنه يعني في لفتة كده كل مجموعة من الشباب مشغلين الأغاني طبعا التشجيعية للنادي الأهلي وبيدعموا طبعا النادي الأهلي، والكل هنا طبعا الأغلب طبعا لابس تيشيرت النادي الأهلي ورافع علام النادي الأهلي وبيقول يلا يا أهلي، مباراة قوية طبعا كلنا منتظرينها، ويا رب كده يعني كل التوفيق والفوز للنادي الأهلي وتحقيق اللقب 38، ونرجع طبعا بعد المباراه نحتفل معاك كابتن ايمن ومع المشاهدين. دي كده كانت الاجواء هنا بفرع مدينه نصر، بشكرك كابتن ايمن وعوده ليك مره ثانيه. شكرا جزيلا للزميله العزيزه
روزان نصر.